هذه التظاهرة الرياضية الأدبية مشاركة 16 دولة عربية أكدت حضورها لحدود اليوم وأزيد من 250 رياضي. أنا سعيد بتواجدي في مراكش الجميلة التي أتمنى أن أشاهدها أكثر وأكثر، ولكن تذكرني بمسقط رأسي لأن النخيل كثيرة وما شاء الله يعني طيبة أهلها بصراحة. يعني أنا أقول تعاملت في هذه اليومين مع المراكشيين صراحة يعني طيبين وجعلوني مثل كأني في أعيش أو أحس كأني في وطني أو في بلدي الأول مش الثاني بعد. فأشكرهم شكر جزيل، والتجهيزات الموجودة هنا بصراحة من التجهيزات العالمية، الملعب الكبير يعتبر من الملاعب الكبيرة التي تنافس أيضا العالمية في الفاسيلتيز أو التجهيزات اللي موجودة، وإن شاء الله ينعكس ذلك على نتائج لأبطالنا وبطلاتنا إن شاء الله في المسابقات في الأربع الأيام القادمة، ويتأهلون من خلال مراكش إلى بطولة العالم، ونتمنى إن شاء الله تكون أيضا خطوة للتأهل إلى 2024 في باريس إن شاء الله. شكرا لك. أهلا وسهلا.